اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لي ضيفي الكريم الكبير الدكتور محمود مشالي، والاستاذ الدكتور محمود مشالي نائب رئيس الاكاديميه البحريه للشؤون الرياضيه ورئيس نادي الاتحاد السكندري، والتايتل الاهم بالنسبه لي دكتوراه في اداره الازمات. يعني منورني. الله يخليك كابتن، منور الدنيا كلها. والله انا سعيد ان انا موجود في قناه النادي الاهلي، وباكد رساله للكل ان العلاقات اللي موجودة ما بين نادي الاتحاد والنادي الأهلي علاقات ممتدة لمئة سنة، ومهما حصل بعض الاختلافات في وجهات النظر، لكن العلاقة اللي بين الناديين علاقة وطيدة جدا. أكيد. وبأكد أن العلاقة اللي موجودة الشخصية اللي بيني وبين المهندس محمود طاهر هي علاقة قوية جدا، واحنا على اتصال مع بعض دائم. يعني حضرتك مشرفنا ومنورنا، بجلنا باسم القناة طبعا، مشرف القناة كلها ومنورنا، ويا رب تعتاد على زيارتنا. ان شاء الله يا حبيبي، ليا الشرف. يعني اخد اهم تايتل بالنسبة لنا، دكتوراه في ادارة الازمات. طب ايه هو في الحقيقة التخصص او الدخول في حتة ادارة الازمات دي كان نتيجة العمل بتاعي خلال شغلي في الاكاديمية، لان انا كنت مسؤول عن منظومة اسمها مجمع المحاكيات المتكامل. دي كانت منحة أمريكية. المجمع ده كان فيه حاجات كتيرة قوي خاصة بالشغل البحري، جزء منه كان بيدرس إدارة الأزمات. وفي الحقيقة أنا اقتربت كتير من الحتة دي واستهوتني، فكملت رسالة الدكتوراه بتاعتي في حاجة خاصة بإدارة الأزمات ككل، وخدت المثال اللي أنا حطيته في الدكتوراه كان على حاجة حماية البيئة البحرية من التلوث البحري. يعني كان حماية البيئة البحرية من التلوث البحري. طب يعني بما أننا في أزمات، أنا متعود بصراحة من ضيوف على الصراحة المطلقة. طبعا. وأكيد طبعا حضرتك يعني حد مثقف جدا، وأنا فعلا سعيد أن حضرتك معايا النهاردة. يعني شايف الوسط الرياضي بتاعنا إيه؟ من وجهة نظر حضرتك يعني. والله هو الوسط الرياضي هو انعكاس لحالة مجتمع كامل يمكن مر بظروف صعبة جدا بعد ثورة 25 واللي حصل في 28. صحيح احنا عدلناه بعد كده في 30، لكن الفترة دي كانت فترة قاسية جدا. اللي احنا فيه دلوقتي واللي بنحاول من خلال القيادة السياسية ان هي تعمله، ان هي ترجع تاني المفاهيم العامة الأساسية اللي كانت اتلخبطت شوية خلال الفترة اللي بعد 28 لحد 30 يوم. احنا يعني في مجموعة أزمات، وأنا بأثني على القيادة السياسية اللي بتحاول إن هي تحلها بمنتهى الحكمة والهدوء. يعني برضو مش هسيبك يا دكتور. يعني انت تعتقد ان احنا جزء كبير او احنا الاساس في المشكله دي؟ بتكلم عن الرياضه. المجتمع المصري هو الاساس في كل المشكله. هو اللي حصل فيه الاختلافات، ويمكن كلنا كنا بنقول حصل حاجه عندنا بعد 25. في حاجات ما كناش معتادين عليها ابدا بقت بتحصل، واحنا بنعتبرها انها حاجه عاديه. تجاوزات. مواقع، مش هقول ان هي التواصل الاجتماعي، ده مواقع يعني الانفصال الاجتماعي والمشاكل الاجتماعيه احنا بنستخدمها استخدام غايه في السوء. بمنتهى البساطه ممكن اي حد يدخل يعمل ما بداله على مواقع التواصل دي، ويتكلم على الناس ويتهم الناس. صحيح. ويعمل اي حاجه ومفيش حساب. دي واحدة من الكوارث الكبيرة اللي عاملة يعني أزمات كبيرة. أتمنى إن احنا نجد لها حل، نجد لها حل من خلال المجتمع نفسه. إن هو لازم يبقى عنده يقين إن السكة دي في نهايتها مش كويسة. كان الله في عون أي مسؤول موجود دلوقتي، لأنه بيتعامل مع مفاهيم تم تشويهها، ومطلوب منه ان هو يغير المفاهيم دي داخل شعب. حقيقة ابتدت الى حد ما ان الامور تنصلح احوالها شوية وبعض المفاهيم دي تتغير، لكن ما زال عندنا حتة اتمنى انها تنتهي، ان احنا مش بالصوت العالي
ولا بالتجاوز هقدر اخد حقي خالص. فعلا لازم نوصل في النهاية ان القانون هو الاساس، القانون يمشي علينا كلنا، كلنا نحتامه. بدي بس هنرجع تاني نوصل لوضعنا والوضع مصر والوضع الرياضة، ان احنا لينا الريادة، لينا القيادة، احنا اللي الناس بتتعلم مننا. مش هنوصل لها الا لو اقتنعنا تاني ان القانون هو الاساس. انا مع حضرتك تماما، خصوصا ان احنا اللي علمنا، احنا اللي وردنا بالظبط، يعني احنا اللي صدرنا، يعني الموضوع انا يعني وانا اتمنى ان احنا نبتدي نصدر دلوقتي الصح، ما نصدرش مفهوم غلط. يا ريت يعني مش بالصوت العالي ولا بالدراع تؤخذ الحقوق. ده طبعا كلام كبير جدا، في يعني الجملة كبيرة جدا لكن في كلام كتير جدا بين السطرين دول. مش بالصوت العالي ومش بالدراع تؤخذ الحقوق في كل المجالات بالزبط. وللأسف في المجال الرياضي بقى الظاهرة دي واضحة جدا، ومش عارف ليه، ومش عارف. احنا برضو لازم يكون في حزم، يعني لازم يكون في حزم لكل واحد. ما أنا قلت لحضرتك بيخترق لسبب وحيد ان انا لازم ابقى مقتنع ان حقي مش هيجي لي غير من خلال القانون. بالظبط. القانون يتطبق على الكل. المخطئ بيحاسب في النهايه. لو احنا الكلمتين اللي بقولهم دول وهم بساط كده، لو احنا عملناهم لا الدنيا كلها هتتصلح. الوسط الرياضي هيتصلح. يعني يا دكتور فعلا كل الناس بتنادي بتطبيق القانون، بس مش احنا اللي هنطبقه. يعني خليني ادخل معاك في حته كده، لكن طبعا يعني حضرتك طبعا من الثقافه، يعني ما يكفيني شرف ان انا اتكلم معاك. الله يخليك يا حبيبي. هو بس انا برضه عايز اقول حاجه، ويمكن انا قلتها في الاول، ان ما حدث للمجتمع المصري كله بعد 25 في فتره انتقاليه كده لحد ما مصر اتلحقت ب 30 يونيو، كان عمل تاثيرات كتيره سلبيه. مش ببساطه هتقدر ان انت تعدلها، هتاخد شويه وقت، لكن انا شايف ان احنا ماشيين في سكتنا الصح ان هي تتعدل. يعني حضرتك عندك امل قريب ولا جدا لسه؟ عندي شوية. لا لا ان شاء الله قريب جدا، وعندي ثقه كبيره جدا في الله ان خلال الفتره الجايه دي الامور هتبتدي تتحسن كثيرا. مع وجود المشاكل ومع وجود طرق تصعيد المشاكل والنفخ في النار والكلام ده كله من الكبار للاسف. اللي انا عايز اقوله ان انت الكبار رياضيا، الفتره اللي كانت قبل كده كان النفخ في النار بيجيب نتيجه. لكن حضرتك لو ركزت دلوقتي ان لا، النفخ في النار اصبح الناس بتستقبله بطريقه ثانيه خالص، فابتدت المفاهيم تتعدل. وهو ده اللي مطلوب. طب يا دكتور برضو يعني خليني في نفس الحتة دي شوية. يعني احنا كمان لما بنشوف حاجة، احنا كإعلاميين، انا مش عايز بقى اسمي، لكن احنا كإعلاميين او كل من الإعلاميين او كثير من الإعلاميين زي ما حضرتك بقى يعني تاخدها، لما بنشوف حاجة او ظاهرة بنفضل نجري وراها عشان نعمل ضجة إعلامية. يعني امتى هننضج وامتى هنكبر؟ المشكلة الحقيقية جزء كبير منها الإعلام في طبعًا الحقيقة. طبعًا دي حقيقة. يعني مش عايز أتكلم عن البلد كبلد، لأن بيتعمل حاجات كتير قوي كويسة قوي قوي قوي، لكن إحنا مصرين إن أنا أسيب كل حاجة كويسة وهمسك في حاجة مش كويسة قد كده وأبتدي أضخمها. كل يوم بالليل الناس قاعدة وبتسمع لناس كبيرة جدا قاعدة ومعاها الميكروفونات وبتقول نفسي ان هم يقولوا على ان الكل يبقى بيقول للاتجاه الكويس، للحاجة الكويسة اللي بتتعمل، لان احنا ندي امل، لان في حاجات فعلا بتتعمل كويسة. ما امسكش في خطأ حصل وكبره وابتدي اسلط عليه الضوء واعمل احباط لمجتمع كامل. فعلا مع تكرار الكلام ده لفترات طويلة، أنا شايف إن هو دلوقتي اللي بيعمل كده النتيجة ما بتجيش زي ما هو متخيلها، لأن الناس ابتدت خلاص بقى، يعني زي ما بقولك المفاهيم ابتدت تتعدل شوية.
فعلا دي يعني دي حقيقه. لكن انا يعني اعتابي على الناس الاعلاميين اللي احنا المفروض نصلح الدنيا، ان احنا نتكلم بامانه، نتكلم بمصداقيه. لما نشوف الدنيا هايجه شويه لازم نهدي الامور، عايزين بلد. عارف انا اتمنى ايه حضرتك؟ اتفضل. ان لما اطلع اقول ان في خطا في الحاجه الفلانيه اطلع اقول معاه الحل ايه. وتبنى حل وابتدي اتحرك في الاتجاه ده، بحيث ان دي الاضافه. دي الرساله الحقيقيه للاعلامي الكبير اللي هو لازم يوصلها، اللي الناس كتير قوي بتسمع له. ان انا بقول والله الحاجه الفلانيه ده خطا والصح بتاعها كذا، ونتبنى الصح ده ونبتدي نتكلم عليه. قدم لي حلول يبقى كتر الف خيرك، لكن ما تنتقدش وتسكت. بالظبط. يعني انما احنا للاسف وده اللي موجود في كل المجالات. يعني وجزء منه رياضه، ممكن جزء تبقى كبير يعني بتشتغل وبتعمل حاجات كويسه جدا، ولكن ما حدش بيحس باللي انت بتعمله. وممكن نيجي على مباراه كره قدم يعني لعيب ما وفقش فيها وجاب جون، بقت الدنيا كلها سودة وبقت الدنيا رايحه للخراب، مع ان يعني ايه رياضه، دي رياضه. والمكسب والخساره وارد، وممكن التوفيق وعدم التوفيق، وممكن فرقه تبقى بتلعب وبتادي على اكمل وجه لكن ما فيش توفيق وما وفقتش في الماتش. نتعامل مع الموضوعات على قدر حجمها نفسي وبمفاهيمها الحقيقيه، مش بمفاهيمها اللي احنا مخاطبة العقول مش القلوب. بالظبط. احنا بنحاول ان احنا نخاطب الشعب والناس البسطاء بطريقة يعني اتمنى ان احنا نطورها شوية. انا معاك يعني مليون في المية. يعني انا عايز اقول حاجة مش قادر ما اتكلمش فيها بصراحة. يعني مجال الاعلام الرياضي، امبارح مباراة كرة قدم طبعا الشهيرة، الزمالك والمقاصر، الحكم ضربة جزاء وحكم ما شافهاش، شافها متعمد. ايا كان، هم عارفين ان الاستاذ مختار منصور راجل عصبي جدا، خصوصا لما يكون خسران او متعادل. ليه نروح نرفزه؟ يعني ليه احنا كاعلاميين نروح نرفزه ونخليه يقول ويعمل وانتوا عارفين ان هو يعمل كده؟ لان هو ما بيحبش يخسر او يتعادل، او عايز نادي الزمالك على طول كسبان. ايا كان بقى، ليه تروحوا تنرفزوه وبعدين تقولوا ايه ده؟ بصوا الراجل بيشتم، ده بصوا الراجل طب ليه انتوا تروحوا يعني وتنرفزوه وتجيبوه على التليفونات؟ طب ما تسيبوه يهدى وبعد كده خدوا منه اللي انتوا عايزينه. الشيخ مرتضى من الشخصيات، وهو الكل يعلم مدى العلاقه القريبه ما بيني وما بينه، ان هو من الشخصيات من جواه طيبه جدا. انا عارف ولكن هو سريع ان هو ممكن يستفز بسرعه. وانا في وقت من الاوقات قلت الكلام ده على الهوى للاعلاميين، ارجو ان لما يكون في مشكله نادي الزمالك طرف فيها ان المستشار مرتضى يعني يسيبوه يهدى، مش ممكن محدش يبتدي ينفخ فيه النار اللي موجوده. الواقعه بتاعت امبارح واقعه مستفزه، انديه كتير تعرضت لها، ويمكن كان عشان وضع المباراه وان هي بتقرب نادي الزمالك من انه يعود تاني للمنافسه، فدي كانت يعني ليها تأثير سلبي أكتر. أنا يعني مدرك ده تماما، وحالة الجماهير نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك، فكان يجب شيء من الهدوء. إحنا نديه لنادي الزمالك، نساعده على كده بحيث إن هو يتخطى المرحلة دي. وأنا بقول الدوري لسه في 15 ماتش أو يعني لسه بدي، ونادي الزمالك من الأندية اللي بتمتلك مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى، مش بس اللي بيلعبوا ده، الـ30 كلهم كده في الحقيقة. ودي من الحاجات اللي عملها مجلس المستشار مرتضى، إن معاه مجموعة من اللعيبة. فأتمنى إن يبقى في شيء من الهدوء والتعامل بشيء من العقلانية مع الموضوع ده من خلال الإعلام، علشان نساعد نادي الزمالك إن هو يتخطى الموضوع ده، وده لصالح الكل. يعني انا بصراحه انا مع حضرتك تماما في الكلام بتتكلم فيه، وانا نفسي الناس تهدى عليه بعد ما يكون خسران او متعادل، لانه يعني مش لازم نروح نضغطه اكتر ونعصبه اكتر وبعد كده تقولوا اصله بيعمل ومعمل. انتوا اللي بتختلقوا المشاكل. انتوا انا اسف يعني بالجهل الاعلامي اللي احنا بنعمله، والاعلام اللي مش مميز اللي مش هيقدمنا خالص، احنا اللي بنختلق المشاكل. وطول ما احنا بنعمل كده مش هنتقدم. يعني أنا شخصيا، وكان الباشمهندس محمود طاهر موجود، وكل أو معظم رؤساء مجالس إدارات الأندية موجودة في الاجتماع اللي حصل في اتحاد الكورة بخصوص التحكيم،
وكلنا قلنا ان احنا هنقف ورا التحكيم ونعلم تماما واتحاد الكره يعلم ان هناك مشكله ما في التحكيم ويعني نوع من فقدان الثقه موجود عند الحكام، وقلنا احنا هنساعدهم في ان هم الثقه دي يستعيدوها تاني. في اخطاء مستفزه فعلا، في اخطاء مستفزه ولكن وارد، هي شيء وارد. بنتمنى ان هي تقل، وده اللي احنا قلناه يوميها، وتمت المناقشه وكان اكتر واحد يعني متبني ان احنا هنقف على الحكام وماشي نديهم الفرصه ونديهم الثقه كان المستشار المرتضى. وانديه كتير قوي اتضربت، يمكن كل الانديه بلا استثناء. فيعني انا مش عايزها تبقى نقول ان هي حاجه متعمده، لان لو احنا وصلنا لان احنا بنقول انها حاجه متعمده تبقى مشكله كبيره جدا ما لهاش حل. يعني يا دكتور يعني كلامك جميل جدا، روح بقى لعشقك والنادي اللي في قلبك، نادي الاتحاد السكندري سيد البلد. نشوف فريق الاعداد يا جماعه مجهز لنا ايه لسيد البلد، ونرجع تاني مع الدكتور الجميل دكتور محمود.